اشتغل عدل اشتغل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا ابو فيصل، ما شاء الله المزرعه كبيره وزينه، اقول عسى بيبغالي ابي تشاريها. والله شو اقول لك، يعني ان قلت رخيصه فيه رخيصه وان قلت غاليه فيه غاليه، يعني في حدود في حدود في حدود كم يعني. عم الوالد بعد ما مات الله يرحمه، الله يغفر له، ترك لنا شويه فلوس انا واخوي. قام اخوي توفى الله يرحمه، الله يرحمه، إيه قمت عاد انا الله يرحمني اشتريتها طال عمرك ب 500,000 بس. 500,000 يا بلاش ذي، الا ما قلت لي يا ابو فيصل وش صار على موضوع القرض الزراعي هذا؟ احنا ننتظره الى الحين ما طلع. احنا مشكلتنا ودنا نحفر بير ثاني، لان كل 3 أشهر تخرب عندي التيوبيات والمراوح. تخرب؟ وش اللي خربها؟ اللي يخربها ان الابار كانت 8 بوصة يوم عد، وكانت المويه تطلع فوق تطلع فوق، عد جرعيها ونزلت المويه، جرعيها الاول يبغى يطلع المويه ما قدر، قام مضطر جاب 6 بوصة. عاد المشكله 6 بوصة كل ما قعد 3 أشهر لازم يغير الطرمبه. عرفت يا طرمبه؟ لا حول. طيب زرعتها الحين؟ والله زرعت طال عمرك خضيره وما خضيره، والقمح نبي نزرع نص رشاش، تعرف الماء مو بمره، ونبي بعد نزرع جت واحط لي غنيمه، والقمح نودي للصوامع، والبرسيم نبيعه، والخضره عاد اوديها للبيت الله يحافظك. ما حطيت طماط؟ اي طماط الله يحافظك، انت خبال؟ يبقى الطماط اساسا تعرف لو زرعناه يا حر وغبار مات الطماط، يا برد مات الطماط، يبقى خليك في الورقيات، خليك في الورقيات، على الاقل اعرف وش هو مصدرها. طيب والسوق؟ اي السوق يبقى، عسى تبغاني اودي خضرتي للسوق؟ لا يبقى مالي نية مالي نية يبقى. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. وشلونكم يا الربع؟ خير الله يحفظك. ارحب يا اخو. امر امر تفضل تفضل طال عمرك تفضل. الله يزيد فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا اهلا الله. اقول يا الربع ترى انا جاركم اللي عندكم شمال الغرب. شمال الغرب. حياك الله حياك الله الله يحفظك. امر امر الله يطول عمرك. ما يامر عليك عدو. بس أنا الحقيقة محتاجة ماسورة 6 بوصة بي في سي. عندنا وعندك خير الله يحافظك. شوفهم هناك طال عمرك، خذ حاجتك الله يحافظك. ولا مني إن شاء الله شريت رجعت لك بدالها. إش دعوة يبا إش دعوة يبا طال عمرك، يعني الأمر بسيط ما يحتاج كل هذا الله يحافظك. الله يسلمك ويطول عمرك، ما قصرت. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا والله مرحبا. تعرفه